بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين إن الإنسان يتأرجح بين عاملين عامل الخوف وعامل الاغترار بالوقت فالعامل الأول وهو عامل الخوف يبعث في الإنسان الشعور بأنه قد لا يتمكن من إتقان العمل وقد لا يستطيع أن ينجز العمل بمهارة فائقة ولأجل هذا الخوف من عدم الإتقان وعدم المهارة يتراجع عن الإقدام على العمل فيقوم بتسويفه ويقوم بتأجيله والعامل الثاني هو عامل الاغترار بالوقت فالكثير منا يؤجل أعماله ويؤجل إنجازاته لأن لديه وقت سيأتي يوم ينجز وسيأتي وقت أفضل وستأتي ساعة أوسع وهكذا يقوم بالتسويف والتأجيل. إذن التسويف والتأجيل يرجع إلى عاملين الخوف والاغترار بالوقت وببقاء الوقت وكلا هذين العاملين عالجهما الدين بمنظاره بالنسبة للعامل الأول ورد عن الإمام علي عليه السلام إذا خفت من شيء فقع فيه فإن انتظارك له أشد من وقوعك فيه أي لا تعتمد على مشاعر الخوف كن إنسانا عقلانيا والإنسان العقلاني هو الذي يدرس العمل قبل أن يقدم عليه فإذا رأى إيجابياته أكثر من سلبياته أقدم على العمل لأنه إنسان عقلاني وإن كان في قلبه بعض الخوف وبعض الحذر ولكن ما دامت الإيجابيات أكثر من السلبيات يقدم على العمل والعامل الثاني عامل التأجيل للاغترار بسعة الوقت الوقت كالسيف إن لم تقطعه قطعك الوقت لا يبقى الوقت لا يستمر كل دقيقة تذهب لا تعود أبدا بادر للعمل قبل ذهاب الوقت قبل ذهاب الفرصة القرآن الكريم يقول واستبقوا الخيرات أي أسرعوا في تحصيل الخيرات ويقول الرسول صلى الله عليه وآله إذا هممت بشيء فتدبر عاقبته فإن يك خيرا فأمضه يعني لا تتوقف ولا تؤجل ولا تسوف اقبل وأقدم على الخير كل خير لا تدع للتسويف في قلبك مجالا لإعاقته تخلص من الخوف وتخلص من الاغترار بالوقت بسرعة المبادرة فإن الوقت لا يرحمك ولذلك بادر بادر بسرعة بسرعة إلى اغتنام شهر رمضان بقراءة القرآن بالنافلة بالدعاء بالتوبة لأن الوقت كالسيف إن لم تقطعه قطعك والحمد لله رب العالمين.